أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المباشرة ليوم الانتخابات الطويل. بدي رحب بضيفي معي بالاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ يونس عودي، مرحب فيك وأهلا مرحبا وسهلا. فيك، أهلا فيك. يعني طبعا اليوم أستاذ يونس دخل لبنان المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية مع انطلاق المغتربين يعني إلى الاقتراع ببلدان انتشارهم اليوم بالدول العربية، الأحد بالدول الأوروبية وأمريكا وأستراليا. بدنا نشوف يعني نحكي خلال الحلقة قديش رح يكون هيدا النهار بروفا لاقتراع المقيمين اللي رح ينتخبوا نهار الأحد 15 أيار. وطبعا يعني إذا مرقت هذه الاستحقاقات على خير وسلامة إن شاء الله بدنا نشوف ما بعد 16 أيار يعني كيف رح يكون لبنان. ولكن خليني بلش قبل ما نبلش معك أستاذ يونس، أخذ الزميلة رشا زين هاشم المتواجدة بوزارة الخارجية بغرفة العمليات تحديدا لتطلعنا على الأجواء اليوم. يعني نهار طويل صار مرق 3/4 نهار رشا، إذا فيك هيك تعملي لنا موجز عن هذا النهار، وإذا في أي شكاوى، إذا في أي مخالفات حصلت، شو رصدتوا أنتوا وزارة الخارجية بغرفة العمليات؟ تفضلي رشا. خلينا نبلش أمل من أنه بعد انتظار ساعتين صدر التحديث للساعة 4:30 حول مسار عملية الانتخاب أو اقتراع المغتربين في الخارج بعشر دول، 9 عربية ووحدة إفريقية. اليوم عم نحكي عن انتخابات المغتربين بجزء الأول، مرحلتها الأولى اللي بدأت اليوم وتستمر الأحد المقبل. اليوم عندنا إيران، قطر، الكويت، الأردن، بحرين، سوريا، السعودية، سلطنة عمان، العراق، إضافة إلى مصر. تجاوزت نسبة الاقتراع عند الساعة 4:30 بحسب ما أفدنا من غرفة العمليات 41.37. أيضا منذ لحظات وصلني تحديث جديد أنه سوريا زادت أيضا عدد نسبة الاقتراع فيها، وبالتالي فينا نقول نحن يعني صرنا على مشارف 42% عند في هذا الوقت. فيما يتعلق بنسبة الاقتراع أو عدد المقترعين في كل بلد، خلينا أيضا نعرض على السريع أمل. بإيران بعد مستمرة بالصدارة، بسفارة لبنان بطهران عدد الناخبين هن 642، لهيدي اللحظة آخر تحديث وصل 461 عدد المقترعين. بقطر 7345، اقترع 3009، وهو عدد مهم جدا بالنسبه للمتابعين هون، وخصوصا بعد في وقت لاغلاق صناديق الاقتراع. بالكويت من اصل 5760 ناخب مسجل عندنا 2476 اقترعوا بالفعل. ننتقل إلى الأردن، الأردن عندنا 483 لبناني مسجل، اقترع على هيدي آخر تحديث 203. بالبحرين من أصل 638 اقترع 282. بسوريا 1018 اقترع بسفارة لبنان بدمشق لحد 4:30 رجع صار في تحديث عليها 719. بالسفارة اللبنانية في الرياض بمبنى السفارة اللبنانية مسجل 8653، اقترع لل4:30 3248. والقنصلية العامة بجدة تسجل 4452، اقترع 1609. يعني النسبة المئوية هي تقريبا عم نحكي احنا 37% و36%. بالنسبة للمتابعين الرقم بعده يعني بده بيوصل لل 50% حسب ما افدنا، ولكن باكرا بعد الحسم لانه في كثير مقترعين بأجل وخصوصا في هذه البلدان لفترة ما بعد الظهر أو حتى ما قبل إقفال صديق اقتراع، وهذا السيناريو نشهده أيضا بلبنان. فيما يتعلق بسلطنة عمان سجلت قفزة بالساعات الماضية من 903 ناخب مسجل وصلنا لل 477، يعني هذا كان لافت أيضا بالساعات الماضية. بالعراق يعني إحنا عم نحكي العراق وسوريا من الصبح ما في حماسة أبدا على الإقبال على صناديق الاقتراع. من 101 بالسفارة اللبنانية بغداد عندنا تسجل 101، بعدنا على 17 ناخب من الساعة تقريبا عم نحكي بالعراق عم نحكي 17 من الساعة 1:30، بعدنا موجودين على نفس الرقم اللي هو 17 ناخب بالسفارة اللبنانية ببغداد. واللي هو قليل كتير. أما بفندق روتانا من أصل 226 ارتفع العدد ل 100
ل 103، يعني 226 مسجلين ارتفع ل 103 المجموع يعني ب 41%. في مصر ايضا كان في عندنا نسبه منخفضه، من اصل 569 كان مسجلين بالقاهره اللي انتخبوا على اللي عم نحكي نحن للاربعه ونص هن 141، ما كنا لحد الساعه تقريبا قبل الظهر كنا علقانين عند 58. بالاسكندريه من اصل 140 ايضا انتخب 52 ناخب، بالمجموع من أصل 30,930 عم نحكي إحنا ناخب سجلوا للإدلاء بأصواتهم بالخارج، عم نحكي إحنا عن 224,000 ناخب متواجد في هذه البلدان فقط، العشر بلدان اليوم التي تشهد انتخابات، اقترع ما يقارب 41.37. في التحديث اللي وصلنا إنه بسوريا 77% يعني بالسفارة انقسمت، عم نحكي إنه صار المجموع 76%، وبالتالي بيكون بيرتفع الحاصل النهائي للأجواء. فيما يتعلق بالأجواء هون مثل ما صحيح بغرفة العمليات اليوم من خلال هذا النهار الطويل اللي رصدته بالخارجية، كيف كانت الأجواء؟ يعني هل كان في مراقبة لكل المراكز الاقتراع؟ يعني هل سجلت أي يعني أي خلل بعملية الاقتراع، مخالفات؟ يعني الحمد لله الأجواء كانت إيجابية جدا، شفافة وديمقراطية وحتى سلسة، هيك كان الوصف من قبل كل المعنيين على العملية الانتخابية. خلينا نبلش قبل باللي عم يضم لنا هلأ بمتابعة هذه التغطية، هذه هي الشاشات، هي الأقلام الاقتراع بالدول العشرة اليوم عم تشهد انتخابات. صادفت أنه ما قبل الظهر صار في عنا مشكلة تقنية، هي من حوالي لربع ساعة 15 دقيقة انقطعنا عن التواصل مع أقلام الاقتراع، بطلنا نشوف شيء على هذه الشاشات. عند المراجعة كان الحديث انه بعد ما ضجت وسائل الاعلام وحكينا عن هذا الموضوع مباشره على الهواء، كان في توضيح اجى للمعنيين هون انه على ما يبدو كانت يعني الكميه الانترنت اللي كان مفروض انه موجوده تكون فول باكج 100% كان عم ينعطى لغرفه العمليات ما يقارب اقل من 30% او 25%، وهذا الموضوع تم استدراكه حتى كانت الصوره مش بهيدي الوضوح اللي عم نشوفها حاليا، تم استدراك هذا الموضوع بعد وقت قصير نرجع نشوف هذا المشهد بشكل واضح جدا. مثل ما عم نشوف بعدسة الزميل علي نجم، خلينا نشوف انه حتى لهيدي اللحظة اكثر بلدان امل عم نشوف فيها تواجد مستمر هو الكويت، الدوحة، ايضا طهران. الكاميرات عم تتنقل هون لانه بتعرفوا اقلام الاقتراع كثيره وعم بحاولوا كل وقت يحثوا باقلام اقتراع جديده، ولكن اللافت يعني من خلال المشاهدات يمكن مصر كنا اقل اقلام اقتراع عم نشوف فيها حضور وتوافد، ولكن الدوحه والكويت عم نشوف على طول عم بيكون، وطهران يعني على الشاشه عم نشوف دائما في تواجد مستمر. كان في بعض فينا نقول الاشكالات البسيطه جدا اللي تم معالجتها ويتم رصدها بدنا نشير من خلال هذه الكاميرات. بالغرفة الثانية أمل اللي انضم إلينا أيضا هلأ، بالغرفة الثانية في فريق عمل متكامل، وزارة الخارجية وزارة الداخلية وطلاب الجامعة اللبنانية، بكل قلم اقتراع في عنا عنا كاميرا، هذه الكاميرا على شاشة مكبرة بالداخل عم بتكون موجودة عليها 3 أشخاص من هذا الفريق عم بيكونوا على مدار اللحظة عم بتابعوا كل التفاصيل، يعني عم بيشوف نحنا واضح جدا عم بيكون أنه قلم صندوق الاقتراع المسؤول عن قلم الاقتراع موجود، المندوبين أيضا بعض المحلات عم نشوف المندوبين كيف قاعدين مثلا بهيدا المشهد هون بالدوحة. علي لو سمحت، الدوحة هون عم نشوف كيف المندوبين عم بيكونوا قاعدين على عم بيرصدوا كل التفاصيل الموجودة، خلينا كمان بالمشهد فوق بالدوحة أيضا. فكله هيدي التفاصيل كانت بالصوت والصورة بداخل غرفة العمليات الأساسية. فيعني حتى بإحدى اللقطات خلال هذا النهار أمل تم رصد أنه في كذا ناخب، يعني عدد من الناخبين عند توجههم لخلف العازل عم بيقوموا باستخدام الهواتف الخلوية وتصوير اللوائح اللي انتخبوها لإرسالها فيما بعد للي انتخبوهم، وهيدا شيء ضد يعني يخالف القانون يعني صح، يعد مخالفة، وبالتالي كان هذا الموضوع. خلينا نحكي مع أيضا مع لادي بهذا الموضوع مجددا، خلينا ناخذ منك بس لحظة ديانا لو سمحتي حتى نكون أكثر بتفصيل، حاول لهيدي اللحظة شو تسجل يلا ديانا. ولو بهيك شكل سريع رشا، خلينا هيك نسمع إذا تم رصد أي مخالفات حتى نكون آخر من أهل
ديانا اليوم يعطيكم العافية على مدار اللحظة عم بتتابعه من فريق موجود بالداخل، موجود غرفة العمليات وحتى موجود هون. شو اليوم نحكي هلأ، شو الأجواء هلأ؟ لهلا الاجواء فينا نقول انه هي سلسله لحديد الان. المخالفات اللي نحن رصدناها لحديد هلا بتشمل دعايه انتخابيه بمركز بسفاره جده، وطلبنا من السفاره والسفاره مشكوره ان هي تزيل هيدي الدعايه الانتخابيه اللي كانت تابعه للحزب الاشتراكي من السفاره، من داخل السفاره لبرا. كمان رصدنا دعايه انتخابيه لحزب القوات اللبنانيه بسفاره السعوديه بالرياض، واصلا فيها كمان انه هيدي تعتبر مخالفه، لانه هيدي للصمت الانتخابي، خرق للصمت الانتخابي، لانه مش مفترض يكون في دعايات انتخابيه ولا مهرجانات بخلال فتره الصمت الانتخابي، وخاصه انه نحن بعدنا بفتره الصمت الانتخابي ونحن بعدنا بعمليه الاقتراع. بس لحد هلا فينا نقول يعني سلسه جدا العمليه، يمكن الجمعه بنعتبر احنا اليوم هو بروفا للاحد، لانه اكثر الاحلام الاقتراع والبلدان. صحيح صحيح، يعني نحن هلا بترقب شو بده يصير بنهار الاحد، وتحديدا كمان نهار السبت بالليل الساعه 12 بالليل بدها تفتح العملية الاقتراع بأستراليا، وبالتالي بتبلش طبعا عملية الاقتراع تسري على الدول الأوروبية واللي هي الأكثر، والبعض الدول الأفريقية كمان اللي هي أكثر حجما والأكثر كثافة إذا بدنا نقول. نقول هيدي هي الأهم شيء لهلا تم رصد هذه الأمور لهلا. شكرا ديانا، يعطيكم العافية. أمل، فيما يتعلق بالجولات اللي يعني كان يمكن رئيس الحكومة منذ بعض الوقت جال بالمركز هون بغرفة العمليات ونوه بمسار عملية موجودة، أيضا وزير الداخلية حضر ونوه ايضا بمسار عمليه انتخابيه وديمقراطيه هذه الانتخابات، وايضا عدد من الوزراء. يعني فينا نقول باختصار اذا نحكي عن هذا المشهد اليوم، كانت يمكن هذه العمليه الانتخابيه بالدوره الاولى او بالقسم الاول المغتربين تنطلق بابهى حللها، وخصوصا مع هيدا المشهد اللي عم نشوفه انه عيننا موجوده بكل قلم اقتراع وعم نشوف صحيح مسار الامور بالتفصيل. نعم، شكرا لك رشا زين هاشم، يعني اعطيتينا المشهد من وزارة الخارجية بكل تفاصيله، شكرا لك على كل هذه المعطيات، يعني طبعا يعطيهم العافية. يعني اليوم شيء ببيض الوجه اذا فينا نقول، هذه الانتخابات عم بتتم بكل حرفية وبكل شفافية، شو عم نشوف عمليات المراقبة. يعني خليني بلش معك استاذ يونس، يعني تعليقك على هذا اليوم الانتخابي الطويل، وخصوصا انه كان في كثير من المشككين ان يحصل هذا الانتخاب، ان تحصل هذه الانتخابات، وعم نشوفها باحلى صورها اليوم. يعني بلا شك انه ما يجري او ما جرى منذ الصباح حتى الان شيء مبهر بالنسبه للبنانيين، وان كان هو طبيعي انه يكون هيك. صح صح، ولكن احنا نظرا للظروف اللي عم يقطع فيها البلد، الظروف والشحن اللي حصل قبل الانتخابات والدعايات المستمرة بأن الانتخابات مش رح تحصل وأنه في فرقاء اللي هن مصرين على حصولها يتهموا بأنه مش رح تحصل، أنه هن عم يعملوا على عدم إجراء الانتخابات، وطبعا هذا يبين من هي القوى التي تقف خلف عدم إجراء الانتخابات أو لا تريد أن تكون هناك انتخابات. طبعا بشكل عام ونسبة الاقتراع بالدول العربية نسبة للمسجلين، نسبة للمسجلين هلأ ما هو في صح، ولكن يعني نسبة للمسجلين لاحظنا أنه في دول مسجل فيها عدد لا بأس به، ولكن نسبة الاقتراع ما وصلت للنص. ليش؟ صح، أنا بعتقد يعني في عدة عوامل لهن. خليني أخذ يعني إذا بدي أقول يعني حسب ما اطلعنا من خلال غرفة العمليات، أنه مثلا بالعراق ربما هو الأدنى، لكن يبدو أنه في عاصفة رملية في بغداد، وعاصفة رملية تؤثر على يعني الانتقال. فالعاصفة بدأت تهدأ الآن، ربما في الساعات المقبلة يزداد عدد المقترعين. بالرياض ملاحظ كان يعني العدد اللي راح اقترعوا حتى هذه اللحظة نسبة للعدد المسجل وهو يمكن ربما الأعلى، عدد المسجلين الأعلى. بعتقد في كتير من المخاوف عند الناس، في مخاوف من أنه يصير في ضغوط عليها، ولكن فيك يمكن قسم كبير اليوم بده ينتخب بطريقة جديدة، اليوم بده ينتخب للتغيير، ليش ما راحوا انتخبوا؟ يعني ما بتعرف، يمكن الناس غالبيتها
ما بدها يعني أو لا تريد كما يوحى لها هناك. هل معقول يعني أحزابهم سجلتون طيب نسبة لنسبة التسجيل؟ حدا من المراقبين الانتخابات اللي عم بتقول سجلت يعني مخالفة بالرياض مش هيك؟ وهي مخالفة مش سهلة إذا بدك يعني يعني لا يزال رغم أنه نحن في صمت انتخابي هناك من يحاول التشويش على العملية الانتخابية حتى في الرياض. صح صح. من خلال بعض المخالفات ومنها تصوير يعني اللائحة اللي اقترع على إلها يعني هذا على شو بدل يعني اليوم يعني أنا بدل على يعني بدل ربما هو واحد يتفسر بشكلين. الشكل الأول أنه أنا يا أخي صوتت لكم الشكل دليل التاني يعني بده حتى يعطيوني للجهة للجهة اللي صوت له ليحة اللي صوت له أو إذا قالوا له أنت ما صوتش يعني استدعي إلى أمن أو شيء أنه خيها أنا والله هيك صوتت يعني عرفت كيف يعني ممكن تأخذ على الوجهين ولكن أنا بعتقد أنه هذه مش قصة يعني بيصير العملية الانتخابية ما لها قصة ما لها صح يعني مخالفات إلا ما يبين أنه في مخالفات خصوصا أنه تجربه أولى يعني هذه لا الناس معودة ولا إدارة العملية الانتخابية هل منها تجربة أولى هذه التجربة الثانية ما بعد 2018 يعني بقصد تجربة أولى أنه بهالطريقة بتصير يعني أنه ينقل لك كل شيء قدامك ومش عارف شو في شفافية تامة يعني اليوم هيدي الكاميرات الموجودة بكل مركز اقتراع هذا لكل المشككين هذا لكل المشككين حصر من بعينهم يعني مش هيك صح أنه أنتوا عم تتهمون أنه ما بدهم يعملوا انتخابات هيها الانتخابات عم تحصل بأبهى حلالة ورغم أنه الإمكانيات شبه معدمة إذا بدك لتأمين عملية انتخابية بهذا الحجم صح. يعني إن كان في الخارج أو في الداخل هلأ بدنا نشوف لكن أيضا هلأ يعني المعيار هو هون يعني مش هون قبل يعني في عنا بعد هلأ بأوروبا وبأمريكا بأستراليا بهذه الدول البعيدة اليوم كمان كمان حامية يعني وفي عدد طبيعي. مسجلين كتير كبير بدنا نشوف قديش العالم رح تقدر تقترع في عندك أحزاب اليوم يعني عندها كتير مشاكل بقضية التسجيل بالمراكز اللي توزعت طبعاً. فيها يعني طبعاً وفي ناس بتخاف يعني إذا كانت داخليا تؤيد هذا الفريق أو ذاك ربما في البلد اللي هي فيه وسياسة البلد بتلعب دور يعني بقول لك ساعتها أنا يمكن خليني قاعد بالبيت أحسن ما أروح انتخب وهذا يمكن يقلص أو يخفض نسبة الاقتراع وما بيعتقد لكن هذا ما بيأثر على ما سيجري في لبنان ما بيأثر على ما سيجري في صح لبنان صح لأنه هذا مثل بروفا رح يكون اليوم إن كان نهار الجمعة ولا نهار الأحد اللي ما سيحصل نهار الانتخاب ولكن اليوم يعني البعض بعضهم حتى هذه اللحظة يتخوفون ويشككون يعني من حصول يعني أي شيء هيك أمني طارئ ممكن يأجل أو يمكن يعمل توترات خلال أنا نهار الانتخابات أنا بعتقد اللي عم يوحي بهذا الشيء هو عنده نية من هذا النوع يعني ما بعتقد حدا بده الانتخابات وبيصير يطرح مخاوف من هذا النوع ولكن الأجواء مشحونة يعني بالبلد اليوم شد العصب هذا اللي بدي أقوله عم نشوفه كل يوم أجواء مشحونة نحن شدنا خطاب للأسف. أكثر خطاب في التاريخ مبني على أكاذيب كله أكاذيب يعني كل خليني أقول 99% أكاذيب خلينا حامي حالي بواحد بالمية يعني في هستيريا على قضية مش موجودة يعني بدي أقول شغلة بس خليني أقول بتفسير بعض الخطابات الانتخابية اللي عزيز. إنه ما بتشبهونا ليش مين بيشبهكم أنتم أصلاً بهالطريقة بهالطريقة اللي أنتم بتحكوا فيها ما حدا بيشبهكم وما حدا رح يشبهكم وما حدا بيتشبه فيكم ومستحيل حدا يتشبه فيكم إيه في شعارات اليوم كتير كبيرة يعني هيك هاي وحدة من ما نحن بدنا لبنان اللي كان خلال 100 سنة أي لبنان 100 سنة لبنان التوترات لبنان الأزمات لبنان ولاد الحروب الأهلية لبنان اللي ما عنده إدارة لبنان المتخلف عن مواكبة العصر ها هو اللي بدك يا لبنان اللي أي لبنان ما فيك تقول لي ما بتشبهني وانت أصلا مش خارج انك حدا يتشبه فيك قل لي كيف انت مين يعني شو صفاتك
طب بدك إياه لبنان من خلال هالمئة سنة، أي لبنان خلال هالمئة سنة من لبنان مرد بعدة مراحل، وكل مرة كان يوصل لتسوية ما صحيح. إنه بدك لبنان التسويات اللي بتحمل بباطنها المشاكل واللي ممكن تتفجر بأي لحظة، واللي كنا عم نعيشها يعني. لبنان الشحن المذهبي، لبنان اللي التفرقة، لا مش هذا هو اللبنان بدنا إياه. بدنا لبنان الوطن، بدنا لبنان الكل يعيش فيه يحس انه انه مواطن، هذا لبنان اللي بدنا اياه. بدنا اداره لهذا البلد تكون عد امال المواطن، مش على قد غرائز مجموعه بتحاول تستخدم مشاعر الناس وتجيشها من اجل كرسي. وهذا ما يحصل كثير ناس يعني بتسمع يوم ما بعرف يعني هلا بسبب وسائل يعني. التواصل الاجتماعي بيقول بخير انا طيب ولا انت عم تخدني انا معك انا بحبك بس ليش عم تقول هيك دعم تقول هيك يعني انه يعني هيدا الشد العصب اللي بيسموه طيب ما قبل الانتخابات حتى يخلوا هالناخبين اليوم يعني في يروحوا ينتخبوا. في شغلين بالسياسه، في سياسه انه تكون انيقه وسليمه ويعني وفيها فن اي هيدي انيقه وسليمه، ولكن مش بلبنان هيدي ما تعودناه قبل الانتخابات يعني. في سياسيين نضاف، في سياسيين نضاف يعني ان كان يعني من حيث الاداء او من حيث النشاط بمهمته البرلمانيه لا في ناس نضاف بس في ناس جايين بيقول لك هذا كلهم هودي بدهم قلع وانت شو بتمثل. طيب ما انا شايف خطابك، انا شايف خطابك حتى انت واللي كنت انت وياه سوا مش متفقين مش متفقين ليش؟ لانه انت بدك كرسي وهو بده الكرسي صح، فبتنزلوا ببعضكم بينزل الخطاب السياسي صح يعني هيدي شهدتها اكثر شيء الساحه المسيحيه يعني في حتى يعني من المعيب انه نقول سفالي بس انه اليوم ليش برايك وصلنا الى هذه اللغه يعني استاذ يونس؟ اليوم أكثر شيء المعارك كانت بالساحة المسيحية تحديدا بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، هل اليوم في خوف من خسارة ما بلشوا يتلمسوا بعض الأحزاب عم تخليهم يروحوا إلى هذا التشنج أكثر، إلى شد العصب أكثر لحتى العالم ما تخزلهم يعني نهار الانتخابات؟ بس ليش؟ يعني إذا بدهم يعملوا هيك معناته هني عم يبعثوا الناس على فتنة جديدة يعني أنك أنت عم بتجي تشحن لي براسي هيك وبعد فترة شو ما راح تطلع النتائج مش هيك؟ طيب وبعدين شو؟ بعدين شو؟ اليوم نجم بوس لحة؟ اليوم هيدا هو السؤال، اليوم بعدين انت شو؟ اليوم بقى انت قاعد تشحن فيه. أنا خليني أرجع بس هيك لخطاب أو مقابلة مع الأستاذ وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدم الاشتراكي مع إعلامي يفترض أنهم يدعون أنه الأول في لبنان، أنه بيقول عم وهلأ هني المشكلة شعارهم أنه الانتقام لسبع أيار. طيب موليد جنبلاط قال يا عمي نحن الأمريكان حرضونا وأنا كنت رأس الحربي في هذا الموضوع وغلطنا ومعطيات غلط ومش عارف شو ورجعت تحكي نفس الخطاب طيب إذا الأمريكان ورطوا هني ورطوا الآخرين هيك صح يعني عملوا دايما في عنا هذه المشكلة شيطنوا ناس الأمريكان وقالون يلا مشوا بالقطيع بدكم تمشوا بالشيطاني لهودي. طيب شوية يعني شوية انتماء وطني مش مطلوب انك تكون اليوم هل عم يحصل هيدا الشيء مجددا؟ هل عم بيكون في تحريض امريكي؟ هل عم بيكون في تحريض عربي؟ وقت الواحد بيطلع بيقول يعني بيحترم اذا بيحترم حاله زعيم حزب سياسي ولا زعيم مجموعة سياسية ولا مجتمع مش عارف ايه مدني ولا مش ولا سوقي ولا ايه بيطلع بيقول نحن عنا امكانية الرد وبدنا نرد وبدنا نواجه بكل ما هو متاح بما فيها السلاح. شو عم تقول انت يعني؟ انت عم تقول انك مستعد تروح حرب اهلية؟ لا. طب مين عم بيقلك؟ مين عم بيهددك؟ صح. مين عم بيهددك؟ بالتالي هذا الشحن يؤدي فيما بعد الى خلق مشكلة اجتماعية. طيب ولكن وهذا بالسقافة والتدني الخطاب السياسي هو نتيجة سقافة مسطحة. طيب ولكن اليوم صار واضح للجميع انه في مشروعين اليوم قبيل بعضهم.
بالنتيجة آخر شيء الانتخابات النيابية هي اللي رح تقرر أي مشروع سيفوز، وبالتالي من يفوز يحكم، صح ولا لا؟ من الطبيعي من الطبيعي يعني أن يكون هيك. طيب اليوم هل يعني اليوم المشهد ما بعد 16 أيار، أول شيء هل رح يتقبلوا النتائج كما هي؟ هل إذا كان في هزيمة ما رح يتقبلوها، ولا هيدا المشروع بده يكمل؟ بدك تشوف الأمريكاني هون شو بده، هي الحقيقة. يعني من فترة، وهذا منو يعني منوش من الأسرار، إنه الأمريكيين بيشحنوا أنه يا أخي هدفهم مثل ما قال وليد جنبلاط تماما، ما عندهم شيء الأمريكا من 2006 إلا الانتقام من حزب الله وتحريض البيئة المحيطة في على كل المستويات. هيدي هلا اخر شو خرطوشه فينا نعتبرها الانتخابات النيابيه؟ يعني هلا الامريكان هن وصلوا لنتيجه قبل فتره، يعني من خلال الاحصاءات اللي عملوها هن بشكل خاص لهم، هن وصلوا لنتيجه انه مش رح يقدروا يهزموا الفريق الاخر. مش رح يقدروا، صارت يعني واضحه. وبالتالي خلي البلد عم بلق، خليه عم بلق، فينا نشوف كيف بأوراق اللعبة الدولية شو ممكن يصير. والله لفتني هيك اليوم يعني اللي قاله الوزير السابق الياس المر، انه يا عمي هو عم بيقول انه مطلع من خلال موقعه بالانتربول انه رح يصير اتفاق، وعلى خصوصا المسيحيين بكلهم انه يفكروا شوي، يعني انه لازم تشوفوا انتو وين مصلحة لبنان، مصلحة المسيحيين بالأول. عم بيقول إنه لك يا خي إذا أنتوا بقيتوا هيك أنتوا عم تدمروا حالكم، أنتوا عم عوامل التفجير الذاتي عم تجيبوها لحالكم، فروقوا على حالكم. إذا ما فكروا بهالطريقة هونيك مشكلة عميقة. صح مشكلة عميقة. حتى على مستوى الشخصية اللبنانية اللي اخترعوا لنا إياها بالتاريخ من أيام الفينيقيين من أيام الفينيقيين لليوم، مش اللبناني التاجر الشاطر مش عارف شو، ولك يا خي حتى بالتجارة مش بتشوف مصلحتك وين؟ مش شوف مصلحتك. طب يعني اليوم طب أنت عارف أنه مصلحتك مش الفردية كزعيم، أنت عم تعمل حالك زعيم، مش القصة مش مصلحتك الفردية، ولك التاجر بحافظ على زباينه، أنت حافظ على اللي معك من خلال شوية عقل، بدها شوية عقل وشوية ضمير لحتى تقدر تحافظ ما يتفجر حتى هذا المجتمع وزباينك ينفجروا بوجهك، لأنك أنت البضاعة اللي عم تقدم له إياها ضاعة فاسدة ومش عم تشتغل حتى بعقلية التاجر الفاجر، مش عم تشتغل هيك. طيب اليوم هذه الانتخابات أستاذ يونس يعني ب 15 أيار رح تحصل إن الله راد، بغياب إذا فينا نقول تيار المستقبل، اليوم عم بيكون في صراع كتير كبير بين الدعوة السنية من مفتي الجمهورية اللبنانية لأهل السنة للاقتراع نهار الانتخابات، بوقت نحن شفنا أنه رئيس تيار المستقبل معلق يعني عمله السياسي، وكان طالب من أن يعني عدم الذهاب بيوم الاقتراع وينتخبه. اليوم هيدا الصراع كيف سيترجم على الساحة المحلية؟ قديش حيكون في التزام أو عدم التزام بقرار الرئيس سعد الحريري؟ قديش هذه الدعوة خلطت رجعة الأوراق مجددا مع عودة السفير السعودي ودعم يعني ناس معينين ولوائح معينة؟ وحتى يعني عم بيقولوا أنه من لا ينتخب يعني بيكون عم بيضر يعني كتير بالطائفة السنية. المؤسف أنه هلأ في محاولة شيطنة أكبر للرئيس سعد الحريري، وهذا شفناه بالصحافة السعودية. صح. وشي خطير جدا، لأنه أنتوا ذبحتوا للزلمة. أول شيء تقلتوا ضربتوا أهنتوا، اثنين منعتوا من العمل السياسي، وإجا الزلمة وقال بناء لرغبتكم انه انا علقت العمل السياسي وما بدي اترشح، ولا انا بالتيار المستقبل ما بدي اياهم يترشحوا، وبترك الحريه للناس تعمل شو ما بدها، مش هيك قال الزلمه؟ صح. طيب ليه بدك تيجي تجبره هلا تقول له روح؟ ما انت اللي ذبحته، وانت عم تقول له بدك تروح تدعي الناس لينتخبوا. طب ما انت قلت له ممنوع، هذا دليل على شو؟ دليل انه في ارباك سعودي، في ارباك في عمليه تعاطي مع لبنان. طيب قاطعتوا لبنان
ودفعت دول الخليج عدد من دول الخليج لمقاطعة لبنان وفليته على تصريح قديم لوزير الإعلام السابق جورج أرداعي، وجيت وعملت لنا بيانات ومش عارف شو، وطلع لنا رئيس الحكومة عنا هون وزير الداخلية تبعنا بده يمنع الناس تتنفس، أنه ممنوع تتنفس وممنوع تتلفظوا، يعني ما صارت بديكتاتورية بالتاريخ، ما صارت كنت بلبنان. ومع ذلك طيب رجعتوا على لبنان يا خي، أهلا وسهلا فيكم، وما حدا عم بيقول بده يعاديكم، مش هيك؟ طيب ليش عنده هالزلمة عم تعملوا فيها هيك؟ لا عم تعملوا فيها هيدا الارباك يعني اليوم. انا بعتقد انه كيف سيترجم، فل على قصة ما بتحرز ورجع من تلقاء نفسه عمل له تخريجي بانه لبنان لازم ينحكم بطريقة العقل السعودي بالمنشار، واجل زلمة بلوك منعته تشتغل عمل سياسي وهلا بدك اياه، انه ما يعني مهما كان عنده شوية كرامة فضوله شوية كرامة للزلمة، لحتى اذا عن جد بده يحكي يعني بده يرجع يتجاوب معك يعني يكون في مجال. طيب ولكن اليوم يعني يعني في الساحة السنية، في الساحة السنية يقال بأنه أيضا يعني هذه الدول تريد اليوم الدخول إلى من خلال يعني كتلة وازنة لسحب يعني. طيب كيف بقولوا ما بيتدخلوا بالشؤون الداخلية؟ نعم، ليش بقولوا ما بيتدخلوا بالشؤون الداخلية؟ انه يعني ما انه ما حيروناش، ما بنعرفها. حيروا الناس الطيبة، لانه هي بتقول انه يا خيي امبارح انا شفت هيك على تيك توك شاب بيروتي عم بيقول يا خيي نحن بنحبكم، نحن بنحبكم بس نحن ملتزمين باللي قالنا يا سعد. صح، اليوم في فئه كتير كبيره من تيار المستقبل لانه حاسين حالهم مجروحين وزلمين هاد، يعني مجرد ما يهان رمز حدا يعني الكل اهين، هني حاسين بالاهانه. فانه لا عم تعاملوا معنا هيك، والله بنحبكم، والله بنحبكم ونحن بدنا اياكم واللي بدكم اياه، بس ما وقفوا لنا اهانات يعني. فلذلك انا بعتقد الجمهور السني بشكل عام، وانه انا ضد يعني في تضعضع اليوم يعني ضد بهذا الجمهور، لازم نقول هذا الجمهور العربي اللي كل عمره مع القضيه الفلسطينيه، اللي كل عمره مقاومه، هذا الجمهور اللي بلغصوا له بعقله وحاولوا يشوهوا تاريخه ويشوهوا حاضره مشان يتشوه بالمستقبل اكثر. الجمهور مربك الى حد كبير، في عمليات واسعه لاستقطابه من خلال الرشوه، ويبدو انه في كثير محلات ما نجحوا، وأيضا المتقدمين إلى الانتخابات في غالبيتهم المرشحين لا يعني لا يجدون ترحيب عند الشرائح الأوسع عند السنة. لأنه لنا شخصيات وازنة، يعني إذا كان أبرزهم واحد بيحكي عن السلاح وهو ثروته من وراء السمسرة بتجارة السلاح، أنه شهر رمزية العظيمة، الرمزية العظيمة، أنك أنت راح تشتري ناس وتدفع تدفع أصوات تبهدلت بمكتبك أنه عم تسرقوا الناس طلعتوا. فبالتالي وفي الجمهور النائي، وفي جمهور نائي نائي 100%، والبيارتي ناس طيبين وبهمهم عائلاتهم. صح، هيدا الجمهور اليوم مربك اليوم. طبعا هيدا الجمهور مش عارف اليوم كيف لازم يتعاطى مع هذه الانتخابات. اليوم مفتي الجمهورية بدعي إلى التصويت، وفي عنده رئيس تيار المستقبل يعني كان أدلى برأيه من قبل وأعلن موقفه بالاعتكاف، يعني اليوم في إرباك بداخل الساحة السنية. في إرباك متعدد الوجوه، أولا في فترة حاولوا ياخذوا الجمهور على التطرف، ما نجحوا لأنه بتاريخ هذا الجمهور بغالبيته غير متطرف، غير مذهبي حتى بمعنى التطرف، ف توقفت الناس ضربت فرام، يعني عملت وقفة بتعمل مراجعة انه هل صحيح الطريق اللي ماخديننا عليه. في جمهور تاني لشريحة واعية كتير من الاساس ما راحت، ما راحت على هذا الاتجاه. وهذه بعد محافظة على كينونة معينة. هلأ في الجمهور الرمادي اللي هو الاوسع، هذا اللي عم بيحاولوا هن يشدوه، انه من خلال انه المفتي دعا، في هالزعامات،
في شوية مصاري، في شوية مساعدات، بلكي بيحاولوا يستقطبوا لحتى. هل رح يقدروا اليوم يستقطبوا هذا الجمهور مع العلم؟ أنا برأيي الصحافة السعودية نفرت نفرت هذا الجمهور أكثر أكثر، يعني هذا اللي طبعاً صدر منذ يومين بصحيفة عطاز السعودية كمان، يعني واليوم أيضا واليوم كمان، يعني اليوم مدرحية ما بتنقال يعني لا ألد أعدائه ما بينوصف هيك شيء معيب، شيء معيب يعني انه لو على اساس انه شوي يعني تغيرت الصحافه وصارت لبقى هلا عندنا نحن ما عادش في صحافه بلبنان تخبزي بالافراح طبعا، يعني ما عادش في مش لباقه، يعني ما عادش في كتابه، ما عادش في تقديم لموضوع، يعني صار كل واحد على مثل الديوك على المزابل، يعني وهذا شيء معيب بحق لبنان والثقافة اللي بيتغنى فيها واللي نشرها. طيب قدير اليوم رح يكون في تنوع ما كنا نشهده قبل داخل الطائفة السنية، وبالتالي رح يكون في عدة كتل اليوم داخل البرلمان غير تيار المستقبل، قديش فتحت المجال أمام الآخرين للوصول يعني إلى البرلمان؟ طبعا طبعا وصلت، بس هلأ بدك تشوفي يعني إذا تمثيل الشعبي حقيقي انه غياب تيار المستقبل، واذا قاطع جمهور المستقبل بغالبيته، اذا قاطع فاللي بدهم يفوزوا بالانتخابات على اي قاعده شعبيه راكنين شو هي؟ هل هي تمثل؟ طيب لا نفترض وفرضيه قائمه مدام تيار المستقبل معلق العمل السياسي وحسب ما قال الرئيس سعد الحريري، طيب بلحظه ما قرروا يرجعوا مش هيك؟ إذا القاعدة الشعبية عند هوديك مش ممتلئة أو غير كافية أو يعني لا يعول كثيرا عليها وقرر المستقبل يرجع، فشو بصير؟ شو بصير؟ اثنين شو اثنين خيو للرئيس سعد الحريري بها انسحب انسحب هلا او يدعم اليوم لوائح يدعم بس صح. ما كان هيك فايت كان فايت انه اكل صح، ولكن يمكن في تغيير باستراتيجيه تبين انه رغم صرف من اموال واعلان واعلام ومش عارف شو، تبين انه لا يتمتع بقاعده شعبيه تخوله انه يكون موجود مش هيك؟ صح. وبالتالي يعني قدر سعد الحريري أي. مع حفظ الالقاب انه يكون لنفسه رمزية ما طبعا، وهذا ما فيهن يلغوها يعني بسهولة، بدها وقت وكتير كبير يمكن وجهود كثيرة، لأنه هيدي الزعامة لا تلتغى بلبنان بيوم أو بيومين. خليني بدي كمل بحديثنا أستاذ يونس، ولكن خليني أخذ أستاذ ربيع الهبر رئيس شركة ستاتستيكس لبنان. يعطيك العافية أستاذ ربيع. يعني اليوم طبعا كنتوا عم ترصدوا عملية الاقتراع في الدول العربية خلال هذا النهار الطويل، اليوم كيف تقيمون هذا النهار بالبداية ونسبة الاقتراع حتى هذه اللحظة أيضا؟ قد ايه صارت هلا آخر أرقام؟ إيه عم بسألك أنا آخر الأرقام منك. ما شفت اخر رقم، بعد ما شفت اخر رقم، يعني اخر يعني حسب بكل دولة في رقم معين، ولكن الارقام ليس كما كان متوقعا، يعني حسب ما كنا عم نرصد حتى هذه اللحظة، ما بعرف اذا باخر ساعات بتتغير، يعني من 30% ل 50%. انا كنت واضح من بدايات التسجيل انه 225,000 لن تؤدي الى اختراع 47% مثل المرة الماضية، والمعول عليه هو البلدان العربية التي هي بمطارح ثقل لبناني وبمطارح فيها ما فيها انتقالات، يعني مثل قطر هي منطقة صغيرة، هي يعني بلد صغير بيقدروا كل العالم يوصلوا ويقترعوا، او مثلا البحرين او عمان. بالرغم من هالشيء ما وصلت نسبة الاقتراع كما كانت في المرات السابقة، متوقع هذا وانا كنت واضح كتير ليه، لانه التسجيل اونلاين والاقتراع حضوريا يستسهل الناس التسجيل، وبيعتبروا انه هن عم يعبروا عن موقف من خلال التسجيل الالكتروني للإدلاء بصوتهم، ولكن العبرة في المشاركة. هلا هون
يلي شفناها اليوم لا يعبر بالطبع عن النسبة الحقيقية، لا، لأنه نحن بالبلدان العربية في سهولة انتقال وفي عدد أكبر من اللبنانيين. المشكل هو سيظهر عندما تأتي مجتمع فيه 3 مليون شخص وضايعين بقلبه يمكن 200,000 أو 300,000 لبناني، والمسجل منهم 50,000 يمكن، وساعتها بتشوفي قديش نسبة الاقتراع بتتغيرنا. يعني يلي قاعد بسياتل ومسجل وطالع اسمه بكاليفورنيا، هاي لن يقترع، لن تصل النسبة إلى 47% كما وقت. يعني أنا بقول يقترع حوالي 60,000 أو 80,000 ماكسيموم من اقتراع المغتربين. اف اف يعني ما انا هذا كان بدي اسالك، يعني اليوم قديش اليوم هيدي كانت بروفا لنهار الاحد، وبعدين هلا بلبنان غير موضوع، ولكن اليوم يعني لا تتوقع انه كل اللي مسجلين او ثلاث ارباع المسجلين في الخارج ان يدلوا باصواتهم نهار الاحد؟ لا أكيد لا، لأنه بأفضل الأحوال وقت كان الاقتراع مكان التسجيل، يعني بنفس المركز بدك تسجلي وبدك تقترعي، وصلت النسبة ل 47%. جنب الحرق إذا أنا قاعد بالتيبت وبدي أروح أقترع بمدينة بعيدة بدها ساعتين بالسيارة أو 4 ساعات، ما بوصل. عم بعطيك المثل، بدي أقول لك صح. أنا قاعد بموريال بشيكوتيمي ومركز الاقتراع موريال يبعد 4 ساعات سيارة، كيف بقترع؟ لن اقترع، يعني بدها تحميل هنيك، ما فينا للمقترعين، ما في لوجستيك للمقترعين، كل واحد بده حاله، بس عندها شغل اجت على لبنان بفطر الصعيد، يعني دون عقبات. ولن يكون النسبة 47% كما في المرة الماضية، إذا وصلت 30% بيكون مفيد. أها. طب اليوم من خلال رصدكم لهذا النهار الانتخابي، يعني تقييمكم لهذا النهار وتوقعاتكم لنهار الأحد أيضا، هل يمكن أن تتم بسلاسة مثل ما حصلت اليوم؟ أكيد ستتم بسلاسة، عم نلاحظ الوعي اللبناني وحتى بين الأحزاب المتناحرة في تعاون على إنجاح هذا الاستحقاق الكبير. بدي أتوقف عند وزارتين، الخارجية والداخلية، وبدي أحيي جهودهم، لأنه يلي صار منه شيء سهل إنه يقدروا التقنية الموجودة طبعا اليوم والتطور العلمي والتكنولوجي، فقدرنا نستفيد ونقلنا من الاختراع مباشرة إلى وزارة الخارجية، وزارة الداخلية أمنت كل شيء ما هو مطلوب، والدولة اللبنانية بإدارتها يلي مضروبة بالمال ومضروبة بالمليار النقدي استطاعت أن تقوم بواجبات على خير من الوقت. صح. اليوم استاذ ربيع، الأحزاب بلبنان وأيضا المجتمع المدني يتكلون يعني على الاغتراب بهذه الانتخابات، وكانوا يعني معلقين آمال كتير كبيرة على الاغتراب اللبناني بأنه سيشارك. قديش اليوم يعني من خلال النهار الأول لهذه الانتخابات صار فيه هيك خيبة برأيك؟ متوقع، أنا من أول نهار أتوقع أن لا يكون هناك هذه المشاركة المرتفعة. أنا موجود بمدينة خبر بالمملكة العربية السعودية لأفترض، والاختراع هو بالرياض، كيف أنتقل؟ سجلت بس كيف بنتقل؟ يعني كمان دونها عقبات، اللوجستية دونها عقبات، بتتيح لكل من يريد وكل من يرغب أن يشارك في التسجيل، فليس أكيد أنه أتيح أنه يشارك في الاختراع لأنه ما في صح، ولكن يعني هيدي كمان مثل ما حضرتك عم تقول انه كنت متوقعه، ولكن كمان هن ما كانوا محضرين لهيدي الامور. لا، الأحزاب مش هالقد قادرة يعني تغطي كل المناطق وكل العالم وكل الكون، قدروا يعملوا يلي بيقدروا عليه، بس آخر شيء العبرة بالناس، كيف قادرة تشارك وقديش عندها قدرة على المشاركة وقديش عندها نخوة إنها تقوم تشارك. نسبة يعني الاقتراع، هذه النسبة المتدنية برأيك راح تنسحب أيضا على الانتخابات المقيمين في لبنان أيضا؟ أبدا، انتخابات المقيمين في لبنان ستكون مرتفعة جدا وسيتفاجأ الجميع، على أها الأقل مثل ما كانت النسبة في 2018.
لأنه اليوم في توقعات كثيرة بتقول أنه المنافس الأول لهذه الانتخابات هي نسبة المقترعين. مش صحيح، مش صحيح، مش صحيح. يلا إن شاء الله خير. فإذن نحن بدنا نشكرك استاذ ربيع. شو ان شاء الله شو، وان شاء الله عن جد تكون هذه الانتخابات على قدر امال اللبنانيين، والعبره مش بالانتخابات، العبره بما بعد الانتخابات، انه نقدر نشكل حكومه سريعا والا فايتين المجهول. اذا ما شكلنا حكومه على السريع تقدر قوم بمقام الحكومه الحاليه. نحن نقلنا بلد في حكومه، في فراغ بحكومة تصريف أعمال، ومين خبرك أنه منتخب رئيس؟ وساعتها مين خبرك إذا فيها نعمل استشارة للحكومة؟ ما بالمجهول. دائما عم بتحذرنا، ودائما يعني منتابعك عبر تويتر كمان، وعم بتحذر من مرحلة ما بعد الانتخابات قد رح تكون مرحلة صعبة، وجملتك الشهيرة دائما بتقول أنه رح نكون باللوج. احنا لليوم بعدنا باللوج، وإن شاء الله الله بيضل يحب لبنان. إن شاء الله يا رب. بدي أشكرك أستاذ ربيع الحبر على هذه المداخلة معنا، شكرا لك. بدي قبل ما نكمل أستاذ يونس خليني أرجع أخذ الزميلة رشا الزين المتواجدة بوزارة الخارجية أيضا. رشا، هل في معطيات جديدة من عندك؟ نعم أمل، الآن على النسخة المعدلة المحدثة الجديدة لنسب التصويت والنسب الاقتراع. وصلنا ل 47.55% من مجمل عدد المقترعين اليوم بالدول العشرة عم بتصير فيها الاقتراع المغتربين. بعرض سريع رح اذكر شو صارت آخر النسب. بإيران من أصل عم نحكي نحن المجموع عندنا صار مجموع 467 من أصل 642. بقطر من أصل 7345 صار مجموعنا 3662. بالكويت من أصل 5760 وصلنا لل 2896. بالأردن من 483 اللي تسجلوا التصويت وصل ل 238. بالبحرين 638 هن عدد المسجلين اللي اقترعوا لحد آخر تحديث وصل ل 340. سفارة لبنان بدمشق من أصل 1018 اقترع 775. بالرياض من أصل 8653 تسجلوا عم يقترعوا بمبنى السفارة اللبنانية. عدد المقترعين للساعة 6 وصل ل 3459. أما اللي مسجلين بالقنصلية العامة بجدة من 4452 عدد المسجلين اللي انتخبوا اقترع 1974. بسلطنة عمان من أصل 903 صار مصوت 521. السفارة اللبنانية في بغداد، عندنا اليوم بغداد مركزين، السفارة اللبنانية مسجل فيها 101 اقترع لحد هلأ 28، بينما بفندق روتانا 226 مسجلين اللي اقترعوا هن 114. فيما يتعلق بالقاهرة، ال 569 مسجلين بالسفارة اللبنانية بالقاهرة اقترع منهم للساعة 6 173. فيما بقنصلية لبنان العامة في الإسكندرية عدد الناخبين المسجلين 140 اللي اقترعوا 61. يعني عم نحكي نحن من أصل 30930 ناخب مسجل بالدول العشرة اللي عم نتابعهم منذ فتح صندوق الاقتراع في الجزء الأول من العملية الانتخابية للمغتربين، بلغ عدد المقترعين حتى الساعة 6 14708 والمجموع هو 47.55. هذه هي آخر الأرقام من غرفة العمليات بوزارة الخارجية. طيب رشا شكرا لك على هيدي المعطيات يعني وعلى هذا التحديث، ونرجع نكون معك برسائل أخرى في حال أي جديد. شكرا لك. يعني كويس منيحة، تعتبر نسبة الاقتراعين يعني أقل من النصف بقليل، 43% بشكل عام من نسبة المسجلين كويسة. يعني أنت مش عم تحكي ببلدك، هي أول شيء. ومثل ما قال الأستاذ ربيع يعني عملية الانتقال من مكان لمكان يعني صح، هيدي فيها صعوبة، فيها يعني صعوبة مش سهلة. نحن توقعنا يمكن، ولكن يمكن الناس ما بتفكر بالمسافات بالخارج، ولكن في بلدان وخصوصا بكره بامريكا باستراليا بكندا هيدي رح ترجع تواجهها يعني اذا يعني بالدول العربيه في محلات بتنتقل بالطياره يعني صح
صح. انه في ناس كثير طب انه انا شو غير بالمعادله اذا رحت او ما رحت، يعني طريقه تفكير اللبناني احيانا يعني غير انه ما بيعتبروا واجب لازم، عرفت كيف؟ ايه يمكن لانه احنا عمليه الاقتراع منا الزاميه منا اجباريه، يمكن في ناس بتتلكأ بهيدا الموضوع بالضبط. فمشان هيك يعني انه تقول 43% يعني كويس، يعني حتى الاقتراع مثل كمان يعني بالسعوديه غير مثل ما هو بعمان، صح يعني صح. او بقطر او بقطر او بالبحرين او كذا، يعني السعوديه بدك تروح من اذا بتروح من تبوك للزهران او من الزهران للرياض او يعني وين مسجلين ما بعرف، يعني في مسافات بدها ساعات، يعني واحد بده يعمل حسابه يومين مش يوم الانتخاب بس. فمشان هيك بعتقد انه بشكل عام النسبة معقولة في ظل هاي الظروف. هلا بدنا نشوف اليوم السياسيين يعني كيف رح يعلقوا على عملية الاقتراع اليوم، لانه كل واحد طبعا يشد يعني الحبل لعنده. ايه السياسيين اليوم كان يعني بيعولوا كثيرا على الاغتراب، ان كان اليوم بالدول العربية وان كان بنهار الاحد، يعني ايضا شادين العصب منيح كانوا تجاه الاغتراب. يعني انا بيعتبروا يعني ايضا يعني لدى بعض يعني الاحزاب، انا خليني اقول الاغتراب هو عده انواع. في الاغتراب المؤقت لهذا لازم يشارك، أي. يعني اللي رايح وراجع يعني رايح يشتغل او اللي راح خلال هيدي الفتره الصعبه، في كثير عالم راحت بهيدي بالضبط الفتره، يعني هذا واجبه ينتخب. هلا بتقولي لي واحد صار يعني بي وجد ولدانين هنيك انه ليش بده يقترع اصلا؟ يعني ما هو اصلا حامل هويه تانية، مش هيك؟ انه ليش بده يشارك بصنع السياسه اللبنانيه؟ فانا بعتقد يعني في شغلات بدها شويه تدقيق، رغم انه طبعا اذا بعدهم حاملين الهويه اللبنانيه او مش حاملينها بنعتبرهم من اصول لبنانيه وبنحبهم وبنحبهم يكونوا لامعين برا، بس انه كمان في صناعه السياسة اللبنانية يجب أن تكون على صلة بالبلد، مش هيك؟ صح. مش طبعا. أنك أنت خلص يعني أصلاً حسمت حياتك أنك مش بالبلد، فكيف بدك تشتغل بالسياسة فيه؟ فأنا بعتقد هذه مسألة بدها شوية تدقيق. طبعاً أنا من الناس اللي بيقولوا من يحمل هويتين ما له حق يترشح، يعني أنا إذا عندي جنسيتين مش لازم أترشح، ما أنا قاسم الولاء لمحل تاني. طب ولكن هيدي يعني مش موجوده بالقانون اللبناني، وفي عنا يعني رؤساء فانتازيه لبنانيه يعني عندهم اياها اثنيناتهم وكانوا موجودين. يعني اليوم كل الاحاديث تاخذنا الى ما بعد هذه الانتخابات، يعني استاذ ربيع ايضا اتطرق بهذا الموضوع كمان اكثر، كيف المشهد رح يكون بعد هذه الانتخابات؟ هل رح نقدر نشكل حكومه؟ هل رح نقدر نقوم بانتخابات رئاسيه؟ اليوم حتى بالموضوع الاقتصادي، يعني اليوم كل يعني المخاوف من ارتفاع الدولار، ارتفاع الأسعار بالتالي، ارتفاع أسعار المحروقات، يعني في يعني إذا بدنا نقول مشهد ضبابي معيشيننا فيه لما بعد هذه الانتخابات، وبيقولوا لك أنه هلأ مهدين الوضع تهدية حتى تمرق هذه الانتخابات. خلينا نقول أنه هذا مقياس كتير كبير على المستوى الوطني والانتماء الوطني. أها. ليش؟ ليه؟ لسبب أنه إذا قال الله لا يخلينا إذا ما نخليهم وطلعت النتائج هيك، فكيف إذا الله لا يخليك ما بدك تخليهم؟ هذا معناته أنت شو عم تعمل؟ ما بدك البلد يمشي، مش هيك؟ والنتائج يعني خليني أقول توقعات، غالبية التوقعات وأنا من ضمن اللي بتوقعين هذا الشيء، أنه الفريق اللي ما بده يخلي يشتغل، اللي ما بده الناس تشتغل، هو أقلوي رح يكون. رح يكون خسران يعني. إيه رح يكون خسران. فبدي يحط العصي بالدواليب نكاية، لأنه كيف بينجحوا هني مثلا. طيب ولكن اليوم بدنا بس خلينا نقول مشان هيك بدي أقول الانتماء الوطني بعد 15 أيار، والمؤسف أنه بتيجي بذكرى تأسيس فلسطين، تقسيم فلسطين وإقامة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، بعد هذا اليوم يفترض انه تعوا يا اخي عملنا انتخابات وصرخنا وسبينا وشتمنا وما خلينا شيء بالجعب من قذارة الا ما كبيناهن، تعوا لنبلش نشوف كيف بدنا نشيل هالبلد. البلد في مشاكل كثير، بتبلش من المي اللي هو يفترض بلد المي،
طيب ولكن قبل هيدي المواضيع يعني استاذ يونس، يعني اليوم بالنتيجه هن عم ينتقدوا يمكن السلطه الحاكمه انه القرار بايدكم، الاكثريه النيابيه معكم، الوزارات عم تشكلوها مثل ما بدكم وما عم تقدروا تحكموا، وبالتالي لكن احنا باي حاله هن بدهم كانوا يعني ينتفضوا على هذه الحاله، يجيبوا اكثريه لانهم تا يقدروا يشتغلوا. ليش الحكومات اللي اجت مش حكومات توافقية يعني انه توزيع حصص توزيع حصص مش توزيع حصص يعني كانوا بكل الحكومات باستثناء حكومة واحدة بس حكومة الرئيس حسان دياب واليوم في حكومة الرئيس ميقاتي كمان في عندك يعني افرقاء منهم موجودين اي ظروف ما هني جزء من المشكلة يتفضلوا شو ما كانت النتائج يقولوا يا عم طب خلصنا خلينا نقلب هالصفحة تعالوا نبني بلد قادرين او مش قادرين مش شعارات القصة تعال شوف كيف بترجم هذا الشيء طلع لك هالقد الناس عملت هالقد مش انت بتحترم خيار الناس مش الاكترية يفترض تحكم اذا بدكش تشارك بالحكم ما تعمليش عنتريات وبدك تمنعني اشتغل عرفت كيف مع انه انا برأيي انه وقت اللي قال انه ما خلونا يعني واللي اخذوه عليهم ما اخذ ما أنا غلطة هي بقدر ما هي يعني تعبير مش بمكانه لأنه يفترض أنه لو في سلطة موحدة مثل ما بيقولوا أنه لو في سلطة موحدة كانوا عملوها بالمنيح وبالأبيح كانوا عملوا بدونيات بس ما في سلطة موحدة. طب ولكن يعني اليوم هيك بقضية هيدا التعرقل اليوم عم انه هن عرقلوا يمكن فريق معين بالوزاره اليوم ما في من الموجودين اليوم بهذه الوزاره موجودين بكل الادارات كيف الحكي بكل الادارات موجودين انا عم اقول بالوزارات اليوم وحيث تاخذ القرارات ماشي الوزير هو الوزير يعني اللي بياخذ القرار هو الوزير اللي بياخذ القرار ولا البنيه اللي تحت اللي تحت الوزير مين اللي بيعمل كل شيء الوزير بتجي بيجي وراء بريد بيحطي رأي مش هيك أبو برأيك يعني اليوم هن موجودين طبعا موجودين بكل الدولة اللبنانية بكل الإدارات ما فيهم يقولوا يعني أنه نحن مش موجودين نحن ما خصنا بهذا الموضوع شو الحكي هن موجودين بكل الإدارات وإذا بدنا نخلينا بسيطة بحث بسيط بينعمل وبينقال فلان لها الحزب وفلان لها الحزب وفلان لها التنظيم وفلان لها الحركة وفلان مستقل يعني ما انت جايبه سهل كتير القصة بين المدراء العامين وموظفين الفئة الأولى ومش عارف شو كل واحد مبين من هو كلهم مبين من هو طيب ما اجوا مش استلموا وزارات قديش حشون عالم بالوزارات قديش دعوة شو هن بيعتبروا انه هن ما فوتوا شو ما فوتوا ناس على الوزارات كيف الحكي هذا بيتنصلوا من هذا الموضوع الا انه كان في يعني رد عليهم دحوشة ولكن مش قد غيرهم يعني صارت القصة نسبية طيب صارت القصة نسبية يعني ما يقولوا لكن ما يتنصلوا من المسؤولية وانه من خلال الموظفين تبعولهم بيعرقلوا يعني ممكن يكون عليك ضبط سير واحد ما لانه عرفك انت كذا بيعرق لك اياه بصير بدفعك اياه تريب طيب اليوم اي توجه نحن رايحين عليه استاذ يونس يعني اليوم كما تشير التوقعات ما حدا بيقدر يحسمها يعني من هلا ولكن بعض التوقعات تقول انه هذه الاغلبيه النيابيه رح تحافظ على اغلبيتها وبالتالي لن يكون في هنالك يعني فرق كثير كبير ما بعد الانتخابات إذا بتدخل كتلة يعني من المجتمع المدني كتلة يمكن من 10 نواب يمكن بكل لبنان ما بعرف يعني هني حسب توقعاتهم طيب اليوم يعني أي مشهد نحن بدنا نشوفه بعد 15 أيار هل رح يكون في تسوية العوامل الداخلية هل رح يمشي هالبلد هل رح نروح إلى العمل يعني البلد اليوم مارق بمخاض كتير كبير ويمكن كل شيء مهدينه حتى تمرق هيدا الانتخابات ولكن ما بعدها شو نحن منكون يعني هيك عم نشوف المسألة بسيطة أو مبسطة إذا اعتبرنا أنه نحن لحالنا بالجزيرة معزولة لا نتأثر بما يحيط بنا لا أكيد مش هيك عم بسألك إذا في شيء تسوية اليوم يعني ستحكم في مسألتين مهمين كثير وكلهم بشهر أيار كلهم بده يصيروا بشهر أيار هذا شهر الانتصارات لقوى الحق على قوى الباطل تنشوف يلا بتبلشي من يوم الانتصار على الفاشية بتسعة أيار يعني بالحرب أو العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا التي تقاتل من خلالها روسيا
الحلف الأطلسي كله سوا من أجل نظام عالمي جديد حقيقي فيه توازن، في احترام الدول لبعضها. في عندك المشكلة الأوروبية الكبيرة اللي هلأ أوروبا كلها سوا على كف عفريت، ومش صحيح بيحاولوا يطمنونا لأنه أوروبا ما حصل بالأمس في ألمانيا مؤشر كتير كبير، وألمانيا هي القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا. العقلانية الفرنسية في التعاطي مع هذا الموضوع، وإن كان أحيانا يتجاوب ماكرون مع الولايات المتحدة لأنه بعده لا يزال في الحلف الأطلسي اللي كان يعتبره هو حلف ميت. بالإقليم عندنا الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران، عندنا أيضا الزركة الإسرائيلية الكبيرة اللي الإسرائيلي عم بيحس حاله عم بيختنق أكتر وأكتر، وهو عادة وقت اللي يختنق كتير بيلجأ للحرب، خصوصا بوضعه الداخلي اللي جدا عم يتمزق وبسرعة مع نشوء الحركة الثورية في أراضي المحتلة عام 48، والضفة الغربية، ثوران الضفة الغربية، هودي كلهم نحن راح تأثر فيهم إذا إسرائيلي حاول يقدم على خطوة. ويبدو أنه الأمريكاني عم بيحاول يدفش، ورأيي الشخصي بالنسبة لنا فرصة تاريخية، بالنسبة لنا هذا رأيي، وفي كتار يمكن يعارضوا القصة لأنه الإسرائيلي في حالة تمزق داخلي، ومن بين المظاهرات والتوصيفات اللي عم تطلع على الحكومات الإسرائيلية والقادة الإسرائيليين وما يحصل داخل الجيش، امبارح تحقيق إسرائيلي بيقول الجنود يصفون الضباط بالكلاب، أنه ما عادش فرقانة معهم حتى، يعني الانضباط العسكري ما عاد فيه. فبالتالي هاي العوامل كلها نحن راح نتأثر فيها. هلأ نحن كيف فينا يعني نحاول أن نتجنب صح كل هذه التأثيرات بالحفاظ على هذا البلد وندفع فيه باتجاه السير إلى الأمام، يعني والخلاص من الأزمات. عندما تنتهي هذه الانتخابات النيابية يقال بأنه هنالك تسوية جديدة للبنان بدأت تتحضر في الخارج، حتى هذه اللحظة ما بنعرف معالمها. في عنا أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، مش رح أكشف لك سير هلأ، أنا رح أقوله. طيب إجت السفيرة الفرنسية قابلت أطراف أساسية بهذا البلد وقالت بالحرف الواحد ماكرون لديه مبادرة جديدة بعد الانتخابات النيابية في فرنسا في حزيران المقبل. تمام، وهذه المبادرة تقوم تشمل ماذا؟ تشمل تقديم تسوية على المستوى الداخلي اللبناني في التوزع السياسي، خلينا نقول يعني لأنه بعد ما نضجيت حتى ما نحكي شغلات وما قبل المبادرة. صح، لأنه بلشت معالم هذه المبادرة اليوم، الكل عم يحكي عن طاولة ما بعد الانتخابات ومين بده يكون موجود على هذه الطاولة، وكان في الوزير جبران بيصير عم يتهم الآخرين أنه بدهم يقصونا طبعا نكون موجودين بطاولة القرار اليوم اللي رح تجي بعد الانتخابات، يعني كله تبشير بتبشر أنه في تسوية اليوم تصاغ. طبعا، ومشان هيك أنا بدي أرجع أقوله أنه يا جماعة انتوا اللي عم تقولوا ما بدناش نخليهم، والله الله يخلينا اذا ما نخليهم، بدكم تتعقلنوا شوي، لانه انتوا عندكم ارتباطات بالخارج كمان، مش انتوا مش يعني ما فيكم تتهموا حدا، ما انتوا اكثر ناس مرتبطين بالخارج. طيب، فبالتالي انه اسمعوا يا عمي، مش رح نقول لكم مش رح ما تسمعوا للخارج لانكم رح تبقوا تسمعوا، بس خلوا حيز وطني لكم، خلوا حيز لهالبلد واشتغلوا على أساسه، وسعوه لحتى عن جد تقدر السلطة المقبلة شو ما كانت تكون تقدر تمشي بهذا البلد وبحل أزمات البلد اللي هي مش سهلة. صح، يعني من الوضع الاقتصادي المالي إلى الوضع الخدماتي إلى الوضع السياسي، بدنا ننظف العقل السياسي، بدنا ننظف. طب وليك اليوم السؤال أيضا أستاذ يونس، يعني كيف ستتعاطى الولايات المتحدة الأمريكية مع الواقع الجديد؟ اليوم كلنا يعني مثل ما عم نحكي انه الانتخابات حاصلة وصارت تقريبا يعني الامور واضحة
وجلية، هل رح تكون براغماتية كما هي العادة دائما وتتعامل مع من يربح مع الأغلبية الجديدة ولو مش بس تتعامل؟ هي القصة دائما الولايات المتحدة تشتغل على عدة أمور في نفس الوقت، بناء حالة لا استقرار وإلى أدواتها، حالة التعاطي الرسمي وحالة التعاطي غير الرسمي، وهذا ما ظهر بما يسمى ثورة البطاطا. بالسنتين الماضيتين شفتها عندها عدة قنوات، يعني عدة قنوات، وطبعا طبعا تحاول دائما احتضان القوى الأمنية لتكون العصا في لحظة هي تراها مناسبة، وهذا لن يحصل، وهذا لن يحصل. يعني كل هذا الرهان الأمريكي على هاي اللحظة مش حيزبط، فلذلك هلا ما حصل في السابق ولن يحصل، يعني يعني مش رح يحصل، مش رح يحصل. انا بجزم بهالموضوع ما حيحصل، لانه بالمؤسسات العسكرية والأمنية رغم انه في علاقات ومش عارف شو وعلاقة شبه يومية اذا بدك شو ما كان، بس في صياغة قرار يعني بضل وطني ما بيبعد كتير. فمشان هيك انا يعني ما بشوف انه راح تقدر تلعب هاي الورقة الا اذا بدها تدمر البلد. بدها تدمر البلد معناته بده يصير في انقسامات واسعة، شرق واسع، بدها تحط الناس ما راح تلعب هيدي الورقة، يعني بالتالي راح تروح الى الحل السلمي اذا حصل الاتفاق النووي، الحل إذا حصل وما ستفرزه هذه الانتخابات من وقائع جديدة، يعني ستتعاطى معها وستتعامل معها مجددا برأيك؟ أنا بقول إذا حصل الاتفاق النووي هو سيحصل. أوكي. لسبب أنه تعتبر الولايات المتحدة بالعقل اللي بعده بالدولة العميقة تبعيتهم أنه إذا عملنا الاتفاق النووي بنحيد إيران عن روسيا، وبالتالي بنقدر كمان نطوق روسيا من جهة تانية. بس هذا مش حيحصل هيك. طبعا. حصل الاتفاق وحيحصل، رح يكون له طبعا اشعاع على لبنان بطريقه انعكاساته يعني طبيعي. على لبنان طبعا طبيعي. ونحن طبيعي. ناطرين يعني هذا الاتفاق، لانه دائما رح يكون له طبعا انعكاسات بالخليج صح، لانه الاكثر تاثرا، وهون بنشوف الدور العماني والقطري قديش هو بهالموضوع كويس. يعني انه عامل خطوط رجعة وقاعدين دارسين مصلحة بلادهم، فاهمين مصلحة صح بلادهم. أصلاً في المفاوضات أيضا الإيرانية السعودية اللي عم تحصل بالعراق يعني اليوم، واللي هي مستمرة، بدنا نشوف كمان إلى أين ستصل هذه المحادثات. وما تنسي كمان أنه بايدن مبارح بيقول أنا بدي أحكي مع الأسد صح، هيدي التحولات الجذرية يعني اللي عم تشهدها الساحة السورية، وزيارة الرئيس الأسد إلى الإمارات يعني كمان قديش كانت مؤشر، وفي كمان يعني هيك مؤشرات بتقول أنه في لقاء سعودي سوري حصل في عمان، وبالتالي هذا يبنى عليه للمستقبل، واجتماع الجامعة العربية القمة العربية المقبلة رح تكون مؤشر كبير. نعم. وبالتالي على اللبنانية ستتعاطى اليوم مع عودة سوريا إلى الجامعة. نعم. وبالتالي على اللبنانيين يفهموا كل هاي المعطيات. صح، هيدا بدي أسألك إنه اليوم كل هذه المؤشرات، يعني هل بعد في أفريقيا ما عم تقرأ هذه المؤشرات بشكل صحيح؟ مش بس مش عم تقرأ، هي مش مستعدة تقرأ، لأنه هي بيجيها الفرض لتقرأ أنه هذا الدرس عندكم اليوم، بكرة كنت سمعوه وهن عم بيسمعوا دروس، فبالتالي مش رح يشوفوا. يعني أنت بتستغرب وقت تشوف الخطاب السياسي بكون عم بده يعبر عن شغلة ما بيعرفش يعبر عنها، بيروح بيحكي عن شغلة تانية ما لها علاقة باللي عم بيحكي عنه، وبالتالي أي خطاب سياسي يعني معناته هذا هو بضيع، ما هو ضايع. وإذا إجاك اليوم الفرض اللي بدهم يعملوا ويروح يسمعوا قدام المعلم، فعنده مشكلة، عنده مشكلة كبيرة. يعني ببغائي، والببغائي آخرته شو يعني؟ والمشكلة إنه هني نفسهم جربوا الأمريكاني وجربوا شو صار فيهم ودفعوا أثمان عالية، ولا يزالوا يكرروا الدرس نفسه، لأنه يعني ما حفظوش.
ما المشكلة يعني للأسف إيه صحيح يعني طبعا يعني كل العالم عارفة عن مين عم تحكي، ولكن يعني اليوم أستاذ يونس يعني حتى ما يقولوا انتخابات يعني بس حتى ما يقولوا أنه انتخابات يعني اليوم كل الأنظار تتجه إلى هذه الانتخابات وما ستفرزه، ولكن أيضا ما بدنا ننسى أنه المواطن اللبناني اليوم يمكن هو بعيد عن كل بمكان ما، يعني في عندك مواطنين بيقولوا لك نحن هيدي النتائج لا تهمنا، وفي عندك نسبة من اللبنانيين ما بدهم يشاركوا بعملية الاقتراع، يمكن عندهم هن هم اليومي انه ماذا ستفعل هذه الدولة او هاي يعني السلطة الجديدة على صعيد الوطن يعني لتحسين الوضع في لبنان. هيدا هو التحدي الأبرز اليوم بلا تسوية معينة. قديش ممكن يرجع لبنان ينهض من جديد؟ انا بعتقد انه اذا ما كناش نحن بالاساس الركن الاساسي القاعدة الاساسية يعني الشعب اللبناني بحكي، ما حدا لو عملوا اي تسويات بالعالم، الفرنسيين تقدموا بمبادرة مش هيك؟ طب ولكن ليش فشلت؟ ليه فشلت؟ لأنه نحن المبادرة صح؟ لأنه نحن مش مؤهلين. نحن مش مؤهلين. هلا رح نصير مؤهلين خلي يعني؟ أنا مش خليني أقول بهذا الاستحقاق يفترض إنه نحن فعلا نقدر نشكل سلطة سياسية قادرة عن جد تعبر عن أمالنا، وهي موجودة، هي موجودة، بس شو بدها؟ بدها تزخيم، بدها تزخيم. هذا التزخيم صوت كل واحد له معنى بهذا الموضوع، يعني التلكؤ وعدم المشاركة ما لك حق تقول ليش هيك. ما لك حق. أنت وقت اللي تروح تنتخب اللي انتخبته بتنزل على نص بيته، وقت اللي ما يعملش بتروح فجروا عيونه بيته، فقل له حصرني، قل له انت مش خارج، قل له كذا، روح له اياهم بوجهه، طلبت موعد وما قابلك فوت على بيته، فوت هذا رأيي، عرفت كيف؟ انه مثل ما انت قلت له هاي الثقة إلك، هاي المرة أنا بدي حاسبك عن جد، بدك تروح تنتخب، بدك تروح تنتخب، بدك تقول، والناس على فكرة، يعني أنا بشوف العالم كما مثل كل هالبشر صح. ايه. في ناس كانوا متلكئين انه حل عني وشو عملوا لنا وطلبنا خدمه وما قدموا لنا. يا حبيبي في معركه هي اشبه بتحديد مصيرك ومصيري، مش بس الاكل والشرب والخدمات وغيره، ولك حتى كيانك، حتى كيانك يعني بصير مهدد، لانه ما يطرح في المواجهة أنه راح يدمر لك شخصيتك الوطنية كلها. يعني البديل قصدك أنه راح يكون كارثي شخصيتك يعني. نهائيا طب بس ليه دايما بدنا يعني نحط هيدا المثل يعني أمام العالم أنه اليوم، لأنه كمان يعني متهمين أهل السلطة أنه اليوم عم بي يعني يحطوا طاف المشكلة أنه أهل السلطة ما كلهم أهل السلطة طيب، ولكن أنه اليوم نحن مهددين، يا بتروحوا بتنتخبوا يا في المشروع الآخر اللي هو رح يربح، وبالتالي يعني رح نفوت على الخراب. خلينا نقول شو هو المشروع مش هيك؟ هني مشروعين مش هيك؟ صح. مشروع لا مشروع اللي هو بس ما بيشبهونا والسلاح ومش عارف حزب السلاح ومش عارف شو، يعني هذا الخطاب اللي بلش أي. بإسرائيل، بالولايات المتحدة، بالسعودية، بهودي الأذناب اللي هون مش هيك؟ هذا هو الخطاب. الخطاب الثاني الخطاب المقابل، أنا عندي هذا البرنامج بيتحدد فيه على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي، على مستوى الهوية الوطنية، هذاك شو الثاني؟ شعارات جوفة ما فيها شيء، تحريض، شحن. طب الخي طب ما قدم لي شيء، طب شفتي لك حدا من اللي متهم او اللي عم بيحاولوا يتهموه ويلبسوه عباية مش إله انه طلع شتم؟ ما حدا طلع شتم. الشتيمة من محل واحد، من فريق واحد، دليل رياحة يعني اليوم هيدا الموضوع أكثر من رياحة، لأنه الشتيمة ما بتنزل بصندوق الاقتراع. اللي رايح يقترع عارف حاله شو بده قبل ما يروح، قد ما شتمته قد ما سبيت، بالعكس
انا ورقتي بجيبتي طبعا خلف الستار، يعني بمعنى انا عارف شو رايح اعمل. هلا في اللي كانوا متلكئين، اللي كانوا هيك ماخذين زاويه ما بدهم، ارفنين يا ستي، صح في نسبه كبيره، بس انتمائهم بعده هو هو، انتمائهم ما تغير. الناس اللي ما كانتش واعي اللعبة السياسية وخطورتها، اللي أخذوها المعترين الطيبين اللي حقهم يعملوا ب 17-20 اللي عملوه، اللي أخذوهم وصاروا يشقفوا فيهم، صاروا يشقفوا فيهم، وإجا كل دول العالم تعطي مساعدات. الولايات المتحدة بتقول لك 10 مليار أنا دفعت 10 مليار، ومش عارف المنظمات الأوروبية قديش دفعت، بتقول لك أنا بتعاطى مع الدولة اللبنانية، أنا بتعاطى معاهم. طيب ما فهمتوا بعد شو اللي بدهم اياه؟ ما بدهمش دوله، لك ما بدهم دوله، هودي اللي عملوا هيك ما بدهم الدوله، في ناس تانيين اللي بدهم الدوله، اللي بدهم وطن. يعني على المواطن اللبناني ان يحسم خياره، الامور قربت اليوم بالدول العربيه، الاحد باوروبا واستراليا وامريكا وكندا، وان شاء الله اسبوع الجاي بلبنان. على المواطن هو ان يختار لمن سيصوت، لأي مشروع سيصوت. شهر أيار مش حيغير عاداته، شهر أيار مش حيغير عاداته، هو شهر نوار، وبالتالي أنا متفائل. يا إن شاء الله خير. نحن بدي أتشكر حضورك معنا أستاذ يونس عودة، الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك. وأيضا مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي بعد قليل بنشرة الأخبار، تابعونا.